هي وكفاء وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا لا تحرمنا من بركتك وزدنا من عطاءاتك، كل ما وصلنا فهو من عندك، وكل ما أصابنا فهو منا ومن الشيطان، فأعذنا من أنفسنا ومن شياطين الإنس والجن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ببعض من درر عاشها النبي رضي الله عنه، يعرف ويا كل عبد قف في موقف الوقوف، وانظر إلى كل شيء واقف بين يدي، وانظر إلي إلى كل واقف كيف له مقام لا يعدوه، كل منا مقام معلوم في أن تقوى الأسرة والمعركة، وانظر إلى السماء كيف تقف وكل سماء وكل سماء، وانظر إلى الأرض كذلك، وانظر إلى كل ماء كذلك، وانظر إلى النار كيف تقف وكل نار، وانظر إلى العلم كيف يقف، وانظر إلى المعرفة، وانظر إلى النور، إلى الظلمة، الحركة، السكون، الدنيا والآخرة كيف تقف وأين تقف، وانظر إلى داري كيف تقف وأين تقف، دار أعدائي كذلك، إلى الذكر، إلى الأسماء، إلى قلبك. إن لي قلوبا لا تقف لي شيء ولا يقف لي شيء، هي بيتي وهي بيني وبين كل واحد من الملك والملكوت، هي تمير وكل وقف يريها تلك التي لا تستطيع الهموم ولا تستطيع الانوار المعارف ولا تسعه الاسماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه